بص يا صاحبي، ما تتكلمش كده معايا يعني. هي جت وريني كده ال يا نهار ابيض على المحصن. صباح الخير يا رؤوف. صباح الخير يا ريش. ده بقى الفستان 122 في اليوم 122. نفسي اعرف هتلبسي الفستان ده تاني امتى. يا ريت بس تركز في شغلك زي ما انت مركز مع فساتيني كده. لا بقول لك انت النهارده هتندهشي، بس يا ريت بقى لو اندهشتي تعبري عن دهشك ده وبلاش الوش الجبس بتاع كل مره. ماشي. هما الاساتذه لسه ما شرفوش ولا ايه؟ لا زمانهم على وصول طبعا يعني. على فكرة انتوا بتستعبطوا بجد، يعني الحاجات دي بتهزني جامد. انا مش عارفة اقول لكم ايه، ولا يا ترى دي رشوة بقى عشان تداروا بيها على فشلكم؟ بتضحكوا؟ طب والله العظيم انا كنت جاية النهاردة مستحلفة لكم، قلت بقى النهاردة عيد ميلادي براحتي انا هخبط فيهم جامد ومحدش يقدر يتكلم. بس دلوقتي بقى اعمل كده ازاي؟ طيب ممكن بس اقول لك على حاجة؟ اتفضل قول، ما انت رئيس الفشل. شكرين جدا. انا هقولك بس على حاجه، احنا مش عاملين ده رشوه ولا حاجه، احنا عاملين ده عشان احنا بنحبك بجد، وعلشان احنا بقى بنحبك بجد عندنا ليكي النهارده مفاجاه هايله، وكمان هي دي هديتنا ليكي في عيد ميلادك. احنا خلصنا البروجكت كامبين بتاع يوسف مهدي. استنوا استنوا بس، بصولي اسمعوني بس، دي حاجه هايله جدا، بس ممكن اعرف ده حصل امتى؟ لا مالكيش فيها، بص احنا ظبطنا الاداء وانت هتندهش. طب انا عايزه اتفرج بقى عشان احكم بنفسي، ده الراجل كل وشي والله العظيم. حقك تشوفيه طبعا، ما توريها بقى يا حسام. يلا طبعا يلا نتفرج. وهنا بقى ينزل السلوجن اوتو لايف يور لايف. يا جماعه انا شايفه ان في مجهود كبير معمول في البروجكت ده، بس للاسف وللاسف الشديد انا مضطره اقول لكم ان مش ده المطلوب خالص، انتوا بعيد عن المطلوب ومش ده المهم. بس المزعج بجد والمقلق والخطر ان انتوا كلكم اشتغلتوا من رصيد الخبرات القديمه والافكار المعلبه، مفيش اي فكره اوت اوف ذا بوكس. فين الكرياتيفيتي؟ فين الابداع؟ مفيش اي خيال.
أنا بصراحة مش هضحك عليكوا ومش هشعر بأي خجل عشان السربرايز اللي عملتوها لي، يعني إن أنا أقول لكم إن إحنا لسه على نفس التراك بتاع الفشل الرهيب. طيب في أي تعديلات تحبي إن إحنا نعملها؟ لا يا حسام، مفيش أي تعديلات ممكن تتعمل. أنا حاسة إن أنتوا دماغكوا صدت. مش عارفة أعمل إيه؟ أديكوا إجازة ولا أعمل إيه؟ المشكلة بقى إن كله عمال يلطش حاجات من على النت. يوتيوب بقى وإعلانات بره وجوجل، ده في إعلانات منقولة كوبي بيست زي ما هي. المشكلة إن دلوقتي قدامنا 10 أيام بس، لو ما خلصناش الفكرة بتاعت الكامبين العميل من حقه إن هو يفسخ العقد ونرد له فلوسه. لو سمحتوا سيبوني لوحدي شوية. يا جماعه ما عندهاش دم، يعني بعد كل المجهود والتعب اللي تعبناه ده وعيد الميلاد اللي عملناه لها تيجي تهزقنا وتطردنا بره المكتب بالشكل ده؟ انا مش قادره اصدق نفسي بجد. ايه الغلاسه اللي هي فيها دي؟ هي يا جماعه مش عاجبها الشغل، يعني تعمل ايه يعني؟ وبصراحه كده انا اقتنعت بكلامها. انت نفسك يا اسراء يعني لطش الحته بتاعت الولد اللي بيدي البنت الورده من اعلان الهولندي بتاع الزبادي. انت بتتكلمي على اي اساس؟ هو انت برضو مش لطشه حته الكيس من الاعلان الروسي بتاع المايه المعدنيه؟ يا جماعه انتوا بتهروا في ايه؟ احنا فعلا مخنا واقف بقاله فتره، احنا بس اللي وهمنا نفسنا ان احنا عاملين حاجه جامده عشان نخلص وخلاص. بصراحه انا شايف ان رؤوف معاها. هو انت مش كنتي لسه موافقاني؟ ولا هو كل ما رؤوف يقول حاجه تقولي امين؟ ما تبطلي شغل التطبيل اللي انت فيه ده بقى. تعرفين يا جماعه؟ اريج عندها حق. احنا فعلا فاشلين. طيب هقوم اشوف رشا فين. وزني 55. اوكي بس من غير وشي. هو انت سايبه الدنيا تضرب تقلب وقاعده على الفيسبوك؟ والله انا شغلي وخلصته، والصور اللي اتطلبت مني كمان خلصتها، اكتر من كده ماليش فيه. والله ليه؟ هو انت برضه مش بيبقى لك بوينت اوف فيو في اللي بيتقدم لك؟ وكتير جدا بترفضي شوتس معينه، لكن لما يتحط علينا في الميتنج يبقى مالكيش فيه؟ لا يا حبيبتي، الشغل لما بيبقى بايظ بيتقال في الرشا، لكن لو الشغل كويس وعاجب بتنسوني حتى في السليبريشنز بتاعتكم. وهنروح بعيد ليه؟ فاكره البارتي بتاعت كامبين خالد الوالي؟ انا اصلا ما عرفتش عن طريق انستجرام. الو، هاي، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ مسافر؟ اه رجعت؟ طب كويس.
اصل شفت لك صوره غريبه كده. بقولك ايه، ايه عم حكايه القريه الغبيه دي؟ صابع. ايوه يا استاذ مالك. لك خد المفتاح فيه، حطب في شنطه العربيه، هاته وبعد كده اركن العربيه. تمام حاضر. قولي هو فين الراجل بتاع النظافه؟ طب ثواني كده خليكي معايا. تمام حاضر. يلا روح انت شوف قصه العربيه. حاضر. دخل حاجات بسرعه. يا استاذ مالك في واحده مصممه تكلم حضرتك، دي تالت مره تتصل بيا. حولها لي على مكتبي. تمام. ايوه صباح الخير. صباح النور. لو سمحت ممكن اكلم مستر مالك الاونر بتاع القريه؟ ايوه انا مع حضرتك، تحت امرك. انا اتصلت قبل كده وعرفت طبيعه القريه، وكنت محتاجه احجز كم غرفه كده لمده 6 ايام. للاسف مفيش امكانيه خالص، يعني ممكن اقرب فرصه تبقى كمان شهر من دلوقتي. مستر مالك ارجوك الموضوع مهم جدا، انا مستعده ادفع دبل ريت على كل غرفه، مستعده اعمل اي حاجه. بس بليز احجز لي الغرف. الموضوع مش اجازه وبس، الموضوع ليه علاقه بشغل مهم جدا. انا مقدر طبعا اهتمامك واحتياجك لده، بس بصراحه غصب عني عندي حجوزات كتير جدا مش هقدر اكنسلها. انا بعتذر لك مره تانية. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. يلا ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ طب ثانية يا جماعة هروح اشوف. خد كمل مكان. مساء الخير. مساء النور. ممكن اقابل الاونر مستر مالك؟ ايوه انا. انا اللي كلمت حضرتك الصبح وكنت مصره احجز هنا. انا اريجي كومي. اه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طب اتفضلي معايا المكتب. نورتي المكان. اتفضلي يا فندم. ميرسي يا مستر مالك، هو سوري بجد ان انا جيت من غير ميعاد وعطلتك. عطلتيني عن ايه بس؟ انا بس اللي مستغربه ان حضرتك جيتي المسافه دي وانتي عارفه ان مفيش غرف فاضيه. ما هو هيبقى فيه ان شاء الله. هم جيتك النهارده يعني بتحطني بصراحه في موقف محرج. يعني وغصب عني بجد فعلا مفيش اوض فاضيه. طب وهل في غرفه ابات فيها النهارده ولا برضه مفيش؟ يا سلام، ولو مفيش نبني لك اوضه. ميرسي على ذوقك. مستر مالك انا هقول لك انا ليه عايز احجز عندك وليه مصر على كده، ويا ريت تساعدني في ده. اتفضلي. انا عندي شركه اعلانات، وحسيت كده الفتره الاخيره ان الموظفين عندي ما بقوش كرييتيف خالص، بقوا تقليديين قوي زي الناس اللي صدت فجاه. وانا حاسه ان السبب في ده هو التكنولوجي، اعتمادهم طول الوقت على التكنولوجي موت الخيال والابداع جواهم. عشان كده لما عرفت ان المكان عندك هنا ما فيهوش كهرباء ولا انترنت ولا موبايلز، حسيت ان ده اللي هيخليهم يستردوا روحهم ويرجعوا الخيال اللي جواهم. انا متفق معاكي طبعا في الكلام اللي حضرتك بتقوليه،
فعلا الناس بقت بتستخدم التكنولوجي في اي حاجه لدرجه ان ساعات بيبقى ليها تاثيرات سلبيه كتير. طيب تمام، يعني لو زي ما حضرتك بتقولي كده يبقى احنا مش مستعجلين. يعني اوعدك ان كمان شهر من دلوقتي اديك الغرف اللي انت عايزاها. بس انا كده هكون خسرت اهم كامبين عندي. انا يا مستر مالك في ظرف 10 ايام من دلوقتي لازم اكون مسلمه بلان بتاع الاعلان الجديد لاهم عملاء عندي، غير كده انا هخسرهم. ارجوك قدر موقفي، وده جميل مش هنساهولك ابدا. اتفضلي. اتمنى الاوضه تكون عجبتك. هايلة. انا بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ما انت لسه هتام. اتفضل اقعد، انت واقف ليه؟ على قد ما بحب الست الذكية على قد ما بخاف منها. أنا مش بستسكى ولا حاجة، بالعكس أنا بكلمك بمنتهى الوضوح. بصراحة بقى أنا قلت الجروب بتاعي إن هما يجهزوا نفسهم ويعملوا حسابهم إن هما جايين بكرة، وأنا بجدد عرضي ليك دبل ريت لكل أوضة هتديها لي. الموضوع سمعة شركة مش بس فلوس. والله ما عارف أقولك إيه، بس هي الحكاية مش حكاية فلوس، بس واضح كده ان حضرتك عندك ثقة ان الجروب بتاعك يجي على هنا. اشمعنى؟ يعني جاية بشنطة كبيرة. بصراحة بقى أنا مستقتلة. طيب حضرتك بس ريحي النهاردة وبكرة نشوف الموضوع ده. اوكي اتفقنا. صباح الخير. وأنت من أهله. آه، ما تنسيش إن ممنوع استخدام أجهزة كهربائية هنا. وأصلاً ما فيش أي مصدر للكهرباء. بس يعني يا ريت حضرتك تلتزمي بقوانين القرية. أكيد حاضر. شكرا. كده بقى احنا هنحجز الغرف دي تمام، والباقي هنبعتهم اوتيلات تانية. فاهمني يا عبدي؟ تمام يا استاذي. تمام. طب ممكن استخدم التليفون عشان اكلمهم اكد الحجز وكده؟ طبعا عبدي التليفون بس. تمام اتفضل. ميرسي. ايه مالك؟ انا محتاجه الارقام، مش حافظاها. مش حافظه ولا رقم؟ ولا رقم. هو لسه في حد بيحفظ ارقام؟ انا حافظ ارقام كل الناس اللي بتعامل معاها، والباقي حاططهم على النوت بوك. قولي لي صحيح، انت فاكره اكلت ايه اول امبارح؟ طب بلاش اول امبارح، امبارح مش فاكره طبعا. يعني انت عايز تقول ان انا ذاكرتي ضعيفه؟ ايوه. لا لا، على فكره انا ذاكرتي كويسه جدا. طب قولي لي انت بتصحي ازاي قبل ما تروحي شغلك؟ يعني بظبط الالارم بتاعت الموبايل. انا بقى لا، انا باجي اقول لنفسي قبل ما بنام انا عايز اصحى الساعه كذا، بقعد بقى اتخيل شكل الساعه وعقربها، واتخيل جرس المنبه وهو بيرن جنبي، واقعد اكرر بقى الموضوع ده كذا مره قبل ما انام. وبالطريقه دي ساعتي البيولوجيه هي اللي بتصحيني في الوقت اللي انا عايزه. بس دي مش مضمونه. متهيألي. طب انت كام مره ظبطت المنبه بتاعك على ميعاد مهم ولقيتي نفسك بتصحي قبل من غير حتى ما يرن؟ حصلت لي كتير. شفتي بقى ايه اللي صحاك؟ ساعتك البيولوجيه. انت عارفه الناس بتوعك عطلانين ليه؟ ليه؟ انا هقول لك ليه. لانهم عطلوا قدراتهم، وبالتالي الدماغ بقت فاضيه. يعني اي معلومه عايزينها هيجروا يجيبوها من على النت، حتى لو كانت سهله وبسيطه مش هيحفظوها، لانهم عارفين انه يقدروا يجيبوها في اي وقت. كلكم بقيتوا تحتفظوا بالمعلومه في الذاكره قصيره المدى،
يعني لحد ما تستفيدوا منها وخلاص بتنسوها. علشان كده بقى الخيال تعيش انت يا حاجة. يعني كده العيب مش في التكنولوجي، العيب في طريقة استخدامنا ليها. صح، استسهال بقى. بدل ما نطوع التكنولوجيا لينا ونستفيد منها، هي اللي حولتنا نبقى جزء من منظومتها، خلتنا نفقد كل ما يميزنا كبشر، حتى أحاسيسنا ومشاعرنا. بقينا بنعبر عنها بشوية حروف ولايكات وإيموشنز. بصراحة ده مش شغل بني آدمين خالص. بس أنا بصراحة حاسة إن كرهك للتكنولوجي ده وراه سبب تاني باين قوي في كلامك، صح؟ صح. شكرا. يعني كده كل اتنين هيقعدوا في اوضه، صح؟ انا هعمل ايه بس؟ للاسف يعني قريش كل الاوض التانيه محجوزه. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا اكنسل الحجز بتاع سواح اليابانيين. عايز اقول لك ان شركه السياحه متضايقه مني جدا. لا 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 تمام، ما تشغلش بالك، هم اصلا كلهم صحاب قوي ومتعودين يقعدوا مع بعض ويسافروا مع بعض. انا بصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. لعلمك بقى انا مكسوفه منك بجد، يعني حاسه ان انا دبستك كده في حاجه غصب عني. ويا ترى بقى دبستيني في حاجه غصب عني ازاي يعني؟ يعني لما جيت لك لحد هنا بالليل وكان باين عليا قوي قد ايه مصممه على الحجز، فاكيد انت اتحركت يعني. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره، أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس، علشانك. عشاني أنا؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى دي بقى أنا ما عنديش عليها إجابة دلوقتي. بس كل اللي أعرفه إن لو كان حد غيرك جه وطلب مني الطلب ده أنا ما كنتش هعمله. بقول لك ايه يا معلم؟ ايه؟ القرية دي شكلها صايعة هبل. بص الصور. واو حلو على فكرة. بتهيألي بقى مفيش مكان أحسن من كده تتكلم فيه مع قريش وتقول لها إنك بتحبها. مكان هادي ورومانسي. يعني دي فرصتك الوحيدة يا معلم. والله عندك حق، تصدق أنا لازم أحسم الموضوع ده. أحسم؟ يا ابني افهم، قريش ممكن في أي وقت تقابل أي حد وياكل دماغها، وساعتها أنت أكتر واحد هيندم إنه ما اتكلمش معاها من بدري، فيا ريت تنجز بقى عشان اتنفخت منك. يا ابني مفيش الكلام ده. ما تقلقش كله تحت السيطرة. والله العظيم تلاتة انت بق. بقولك يا معلم، ما تعمل مع اخوك واجب. خير؟ مش حاسس بيا خالص، هموت واعرف دماغه مشغولة بمين. مش ضروري يعني تكون دماغه مشغولة بواحدة. يعني ايه يعني؟ كل يوم قاعد على الفيسبوك لوش الصبح وكمان فتح الشات، اكيد في واحدة. بقولك ايه، عشان تخلصي الحكاية دي خالص روحي وش كده قولي له ان انت بتحبيه وشوفي رد فعله ايه. وبعدين دي رايحه مكان رومانتك، خديه مره اتمشي معاه وجسي نبضه هناك. يا خديجه. ايوه. خدي يا بيبي تعالي عايزك. نعم. حسام عايزك. ديجا ممكن بس تيجي تقعدي جنبي شويه عشان عايز اراجع معاكي شويه حاجات في الشغل كده قبل ما نوصل. اوكي. طيب اقوم اقعد انا جنب مي، حتى انا كمان اتخنقت. يلا كفايه عليك كده، اجري. اوفا احنا فاضل لنا قد ايه؟ انا ظهري غالبا كده اتقطم. يعني بتهيألي خلاص قربنا نوصل، وبعدين مش انتوا اللي اتاخرتوا قبل ما اتجمعتوا؟ خليتونا نمشي في الزحمه. وانا مالي، المحاسوبين اللي اسمها اسراء والتانيه اللي اسمها خديجه هما اللي اتاخروا. بقول لك ايه، تفتكر كده هنعرف نقعد هناك من غير لا موبايلز ولا انترنت؟ باي ذا واي انا عملت حسابي وجبت معايا كرتون كبير عشان انسى الكلام ده خالص. يا باشا سيب لي انت بس نفسك وانا نسيك الدنيا دي كلها. اوعى تنسيني الدنيا دي كلها ازاي يعني؟ ما بطلوا وش التناكه بتاعك ده. تناكت ايه يا ابني؟ هو انت معقد ولا ايه؟ معقد؟ هو انت ليه مصره تضايقيني؟ كل ما اتكلم معاكي احس ان انت قصده تعكنيني عليا. كل ده ليه؟ كل ده عشان انا في وقت من الاوقات يعني قلت لك على اللي بحسه ناحيتك. تاني يا رؤوف هنعيده تاني؟
ولا تاني ولا تالت. عامة لو متخيل انه هيحبك او حتى هيبص لك فانت بتحلمي، لان اللي بيحبها احنا رايحين لها دلوقتي. اسراء. نعم. بقول لك ايه، واخده بالك مي ورؤوف بيتكلموا ازاي مع بعض؟ لا مش اخده بالي. ليه هو في ايه؟ يا بنتي ما رؤوف بيحب مي، ومي بتحب حسام، وخديجه بتحب رؤوف، اما حسام مش عارفه لسه بيحب مين، بس تقريبا كده بيحب قريش. ما شاء الله. طبعا احنا جايين هنا نقل ادبنا ونحب طبعا، مش جايين نشتغل صح؟ بقول لك ايه، ما بلاش الحبتين دول عليا، علشان انا هرشه كل واحد في الشركه دي واولهم انت. ليه بقى ان شاء الله؟ ماسكه عليا حاجه وانا معرفش. تحب اقول لك انت حاطه عينك على مين؟ بنت انت. انت تحترمي نفسك وتبطلي قله ادب، بدل ما اخلي نهارك ده زي وشك. لا تصدقي اتخضيت. بقول لك ايه، اوعي تكوني فاكره نفسك متنكره تحت التنظير اللي انت بتنظريه علينا طول الوقت ده. رشا انا مش عاوزاك تتكلمي معايا وتقطمي معايا لنهايه الرحله، تمام؟ تعالي يا قريش. ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان انا اللي وراك؟ تعالي اتفضلي. تقوية حواسك عملية صعبة جدا، تاخد وقت ومجهود وتدريب طويل، لكن في النهاية نتيجة مذهلة بصراحة. لا استنى شوية بقى، يعني انا دلوقتي كنت جايه وانت مديني ظهرك، انت عرفت ازاي ان انا بالذات اللي واقفه وراك؟ انا جاوبتك على فكره، بس انت ما خدتيش بالك. بس قصدك الحاسه السادسه يعني؟ المشكله ان البني ادم بيهمل حواسه كلها وبيختزلها في حاسه واحده بس. بليز بلاش الردود الغامضه دي. طيب انا طبعا ما شفتكيش وانت جايه، بس يعني اقدر اميز صوت خطواتك وإيقاعها، شميت ريحة برفيوم شميته عليكي قبل كده، يعني حاجات زي كده ولا إيه؟ صراحة أنت أوفر شوية. هو أنت إيه، كمبيوتر يعني؟ إحنا اللي صنعنا الكمبيوتر، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وطبعاً أنت متفقة معايا إن صنع الخالق لا يقارن بصنع المخلوق، مش كده؟ في أجهزة كتير إحنا لو ما لقيناش الكتالوج بتاعها مش هنعرف نستخدمها، حتى لو إحنا عارفين إمكانياتها. ده ينطبق على البني ادمين بالظبط. يعني انا مثلا اول ما جيت هنا ابتديت افتح الكتالوج، عايز اقول لك ان انا اكتشفت حاجات كتير جدا ما كنتش عارف عنها اي حاجه. انا كده فهمت قصدك، وهو ده بالظبط اللي انا جايه عشانه. الو، ها انتوا فين؟ اوكي يعني داخلين على هنا؟ تمام يلا متأخروش، مستنياكوا. باي. تفتكري بقى لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكري انا كنت هوافق برضه؟ متهيألي اه. مش حقيقي على فكره، أنا عملت ده عشان خاطرك أنت بس. أيوه؟ أيوه قريش، أنا مالك؟ حاضر حاضر جاية. هاي. هاي. الو، ها انتوا فين؟ اوكي يعني داخلين على هنا؟ تمام يلا متأخروش، مستنياكوا. باي. تفتكري بقى
لو كان حد غيرك جه وعمل نفس اللي انت عملتيه بالظبط واكتر، تفتكر انا كنت هوقف برضه؟ تهيألي اه. مش حقيقي على فكره، انا عملت ده عشان خاطرك انت بس. ايوه ايوه يا ريجه، انا مالك؟ حاضر حاضر جاي. هاي هاي. انا اسف لو ازعجتك. لا خالص مفيش ازعاج ولا حاجه. طبعا انت عارفه ان هنا في نظام وضوابط بتحكم المكان. اه طبعا، انا حتى مبلغه الناس اللي جايين بكده. طب يا ترى بلغتيهم لو في اي مخالفه هيدفع عليها غرامه؟ يعني مثلا لو حد اتكلم في الموبايل هيدفع 100 يورو؟ هم اصلا نو واي يعملوا كده. طيب انا هحتاج منك بقى 100 يورو علشان انت خالفت القوانين واتكلمتي في الموبايل مع انك عارفه ان ده غلط، فيا ريت بقى تدفعيهم في الريسبشن. انا اتكلمت في الموبايل؟ لا ابدا خالص، ما حصلش. لا حصل. لا انا ما اتكلمتش في الموبايل. اريش ما احبش اشوفك كنت بتكتبي. انا عارف طبعا ان الموقف محرج، بس بصراحه انا ما بتهاونش في الموضوع ده خالص. لو عاوزتي اي حاجه انا موجود في مكتبي. تعالى هنا. نعم. سوري معلش انا اسفه، صوتي عالي لوحده غصب عني. انا بس كنت عايزه اعرف انت عرفت ازاي ان انا استخدمت الموبايل؟ مستنيك في مكتبي بعد ما تدفع الغرامه. مستفز. Thank you.
الحمد لله على السلامه يا جماعه. الله يسلمك. بس ايه الموز ده؟ والله ما انا عارفه يا اختي. ايه ده؟ انت نطقتي؟ اخيرا خرجتي من كهن البنات اللي انت عايشه فيه ده؟ ايه ده؟ مش قلت لك ما تتكلميش معايا؟ اخرسي. يا جماعه احب اقدم لكم مستر مالك عبد الرحمن، هو صاحب القريه اللي احنا موجودين فيها، وانا باسمي وباسمكم كلكم بشكره جدا على المجهود الكبير اللي عمله عشان اقدر احجز لكم هنا. لا على ايه يا جماعه؟ انتوا نورتونا بجد. ميرسي. احب اقدم لك حسام كرييتيف تيم ليدر، ورشا، اسراء، مي، خديجه، روف. تشرفنا في السعيده. انتوا منوريننا جدا بصراحه، بس انا كنت عايز اقعد اتكلم معاكم كده بس في شويه حاجات اوضحها لكم يعني لو وقتكم يسمح. بصوا بقى يا جماعه، هنا زي ما انتوا بصوا يا جماعه، الهدف من وجودنا هنا اننا نصفي دماغنا من اي حاجه ممكن تعطل جوانا الابداع والخيال. عايزين ننشط موهبنا، عايزين نشغل دماغنا بطريقه مختلفه، اسلوب نعتمد فيه على مشاعرنا واحاسيسنا اللي هي اصلا اساس شغلنا. انا متفائله ان شاء الله ان قعدتنا هنا هتطلع حاجه مختلفه. انا وضحت لهم الموضوع ده كويس قوي، واعتقد ان الكل متحمس. طبعا. يا جماعه لو خلصتوا الميتنج بتاعكم في بره باربيكيو ورقص وغنى هتتبسطوا قوي. باربيكيو؟ بس احنا لسه واكلين. معلش شويه كده عقبال ما الاكل يستوي هتجوعوا تاني. يلا انا مستنيكم بره. طب ايه؟ يلا يلا يلا. الليل عند البوابي، الليل جينا يا بوادي. الليل عند البوابي، الليل جينا يا بوادي. الليل انا غني لنا، الليل انا غني لنا، غني لي وين ما قربنا وين شدي لعند البوادي. الليل عند البوادي، الليل عند البوادي، الليل انا غني لنا، الليل انا. يعني عمال تقول لنا مفيش تكنولوجي وبتاع وانت منور الحفله كلها بالكهرباء؟ ما هي الكهرباء دي عشان خاطر النور بتاع الحفله، كمان مفيش اي فيش اتحط فيها اي اجهزه. وبعدين فين ال 100 يورو اللي عليك؟ مش دافعه حاجه. تمام، حطهم على الفاتوره. برضه مش هدفعهم. الله، يعني خالفت النظام ومش عايزه تدفعي الثمن. انا مش هدفع غير لما تفهمني انت عرفت ازاي. فارق معاكي قوي يعني؟ ايوه. بص يا ستي، انا عندي جهاز كده موصله بجنريتر زي السنسور يعني، اي حد يتكلم في الموبايل يديني اشاره على طول والمكان كمان. الله الله، يعني مش بس كهربا، انت كمان بتستخدم هاي تكنولوجي لمحاربه التكنولوجي. لا يفل الحديد الا الحديد ولا ايه؟ ايه انت عايز تقول حاجه؟ لا لا خالص، مش عايز اقول حاجه، بس بص في وشك فرجه لوحدها بصراحه انا بحب ابص في وشك قوي. ميرسي. ايه مالك فيه؟ لا ابدا مفيش. مفيش؟ شكلك كده واخد بالك من اللي انا واخد بالي منه. شكل الواد ده ايه؟ كل دماغ على الاخر. قلت لك يا اخي ما تسبقش الاحداث، ما يمكن قاعدين بيتكلموا مع بعض عادي يعني. غلط، لازم تسبق الاحداث عشان الاحداث ما تسبقكش. نفسي افهم يا اخي ليه بتروحوا خمسه؟ مفيش مره توصل لخمسه؟ بطيء انت يا مومبي. طب وانت عايزني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ خش عليهم وهد عليهم اللحظه ورشة انت. بقول لك ايه؟ النبي يا اخي بطل تسخن فيا. راحتك. ميوي. هلو اوفا. مالك؟ متنشن كده ليه؟ مش متنشن ولا حاجة، وأي مالي وخلاص؟ لا خالص، شكلك بس متضايق فقلت أسألك. لا أنا زي الفل. رأوك ممكن أسألك سؤال؟
ليه كل مره اجي اتكلم معاك احس انك عايز تكسفني او تحرجني؟ مش الفكره، بس انت عايشه شويه بس كده من الخيال. خيال؟ هاي يا جماعة. هاي، ايه رأيكم بقى في الاتموسفير ده؟ اظن ملكوش حاجة، ابداع ابداع يعني. لا الحقيقة كل حاجة هايلة هنا، انا بحييك بجد سيب. ولو اني مختلف معاك شوية على اسم القرية. انا من رأي حسين فعلا، يعني شايفة انك تغير الاسم احلى يا مالك. يعني يا جماعة انا كانت وجهة نظري في الموضوع. لا 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 لا، ثانية واحدة بس قبل ما تقول وجهة نظرك، علشان اوضح ان وجهة نظرك دي هتاخد وقت طويل شوية. أنا الحقيقة كنت محتاج إن أنا أقعد مع أريج أتكلم معاه في موضوع. ممكن خمس دقايق؟ طيب أنا كده كده كنت قايم عشان أشوف الجست بتاعي. خدوا راحتكم بعد إذنكم. اتفضل راحتكم. أنت إزاي أحرجته كده؟ أنا ما قصدتش إن أنا أحرجه، بس أنا فعلاً عايز أقعد أتكلم معاك في حاجات مهمة. حاجات إيه؟ حاجات في الشغل طبعاً. طب اتفضل. معايا؟ ايوه معاك. يعني وانا رحت فين؟ انا كنت بقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ هو اختبار ده ولا ايه؟ مش فاهم. لا ابدا، ولا اختبار ولا حاجه، انا بس حبيت اثبت لك ان انت مش مركزه معايا، يظهر كده ان في حد شاغل تركيزك. تقصد ايه؟ اقصد اللي انت سمعتيه. كلامي مش واضح ولا ايه؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ على فكرة أنا أسمحلكش تتكلم معايا بالطريقة دي. طيب أنا آسف بجد، أنا آسف. بعد إذنك. وإيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة ولا حاجة. حسام عايزك شوية. تعالي. بص يا حسام، هو في حاجة كده أنا ملاحظاها بقالي فترة وبدأت أتأكد منها الأيام دي. يعني أنت عارفني أنا واحدة براكتيكال قوي، يعني مش هلف وأدور عليك. حسام أنا معجبة بيك. In another words I feel like إني بحبك. الحقيقة ما هي أنا متفاجئ من اللي أنت بتقوليه ده. يعني أنا بصراحة عمري ما حسيت إن في حاجة كده. وديك عرفت، بس مش ده المهم دلوقتي. المهم بقى اللي انا عايز اعرفه، انت في حد يعني من الاخر انت بتحب قريش؟ من الاخر كده انا مش عارف، يظهر كده ان انا عندي مشاعر من ناحيتها، بس مش عارف اذا كانت دي مشاعر حب ولا اعجاب. حقيقي ما اعرفش. طيب قدام احنا بنتكلم عن المكشوف، فخلينا نكمل كده للاخر. يا حسام انا طول الوقت حاسه ان انا في سباق مع قريش عليك، ده طبعا في حاله لو قريش هي كمان عايزاك. بس لو قريش مش عايزاك، وبصراحه يعني هو ده اللي انا حاساه، ساعتها بقى انا عايزاك تعرف حاجه مهمه قوي، ان انا عايزاك وعايزاك قوي كمان. انت ليه يا مي بتقولي الكلام ده؟ مش المفروض البنت هي اللي تقول الكلام ده، المفروض الراجل هو. مش قصتك، ده اللي جوايا واللي انا عايزاه واللي انا حاساه. I don't care. قريش، ايه ده انت لسه صاحيه؟ مش جاي لي نوم. ما انت كمان صاحي اهو. ومش جاي لك نوم ليه بقى؟ بفكر في حاجه كده. في الكامبين بتاعكو؟ لا. يبقى اكيد في الميتيورو اللي عليك. هدفعهم لك يا غلس. لا بفكر في حاجه تانيه.
طب اقول لك انا بقى كنت بفكر في ايه. قول. فيكي بجد؟ طب على فكره انا كمان كنت بفكر فيك، يعني كنت بفكر اعتذر لك على اللي عمله حسام، اصله كان سخيف شويه. لا خالص، انا ما حطيتش الموضوع في دماغي. في النهايه يعني هو جست ولي احترام. هو انت برج ايه؟ سرطان. يا خوفي منك، انت بتموت في الستات. بس بعرف حد كويس قوي. وانت بقى برج ايه؟ انا برج الجوزاء. جوزاء وبتتريق على سرطان؟ ده انت 100 شخصيه في بعض. اهو انا كده بقى اتاكدت انك مجنونه. انا مجنونه؟ اه طبعا، يعني تيجي لحد هنا في عز الليل وانت عارفه ان مفيش حجز تبقي مجنونه. واكتر حاجه بقى اكدت لي ده انك سنجل. ما هو يعني مزه وحلوه وسنجل تبقي مجنونه على طول، ده رول نمبر 1. ايه هو انت معجب بيا؟ انا بصراحه كنت، بس دلوقتي انا في مرحله تانية خالص. طب على خيرة الله، احنا لحقنا. جود نايت. يا جماعة أنا مقدرة إن أنتوا مش عارفين تشتغلوا ولا تقعدوا حتى من غير الإلكترونيك ديفايسز بتاعتكم. أنا برضو حصل لي كده في أول يومين. أيوة بس أنا بصراحة شايفة إن أنا أكتر واحدة بتضيع وقت. يعني أنا جرافيك ديزاينر، أشتغل أنا إزاي من غير لابتوب؟ طيب بقول يعني أحاول أشوف أي طريقة أو أتصرف، بس بجد مش عارفة أنا مطلوب مني إيه. يا إسراء، المهم دلوقتي الأفكار، الخيال، مش التنفيذ. يا ستي ارسمي، أنت بترسمي تحفة، ارسمي كروكي لغاية ما نرجع. أنا شخصياً مش قادرة أفكر خالص، مخي وقف. طول الوقت ألاقي إيدي بتتمد، أحاول أدور على موبايل ولا لابتوب، أي حاجة أقدر أدخل على الإنترنت أدور حتى على أي معلومة، ولا أقدر أعمل ده. ايوه انا بعمل كده زيك بالظبط، بصراحه كده احنا بنضيع وقت على الفاضي. انا عن نفسي مش متضايقه خالص، هو الواحد محتاج ايه غير اكله حلوه ووجهه حسن؟ يا خراشه على استاذ مالك صاحب القريه ده، امور قوي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا رشا؟ نرجع لمرجعنا. بصوا دلوقتي اشتغلوا على اللي انتوا واثقين فيه، واللي مش متاكدين منه قوي نتاكد منه لما نرجع. انا عايزاكم بس تلاقوا الفكره، نركز على الفكره، اشتغلوا بمخكم بالورقه والقلم لغايه ما نلاقيه. انت معانا يا حسام؟ طبعا. اوكي يلا ابداوا من دلوقتي، وانا واثقه ان انتوا هتعملوا حاجه كويسه. اتفضلوا. استنى يا حسام انا عايزاك. حسام انا مش عارفه مالك، يعني انا ملاحظه من يوم الباربيكيو وانت متغير معايا، ما بتكلمنيش خالص. هو صحيح انا كنت حاده معاك شويه، بس انت برضو كلمتني بطريقه انا مش فاهمه سببها. انا الحقيقه ما قصدتش ان انا اضايقك، انا بس يمكن انفعلت شويه علشان انت ما كنتيش مركزه معايا. صح، انا فعلا ما كنتش مركزه، بس انا حاسه ان في حاجه تانية كنت عايز تقولها لي. يعني مجيتك عليا انا ومالك كده كان ليها هدف ايه؟ طول عمري بحترم ذكائك ومعجب بيها. حسام أنا بعتبرك زي أخويا بالظبط، ده إحساسي ناحيتك. يا ريت تحافظ لنا على العلاقة دي وتدعمها. بليز بي سمارت. مفهوم مفهوم يا ريشة. أجد مسج.
شكرا. طب ممكن اعرف ايه السبب؟ اقول لك يا ستي، انا كنت عايش في امريكا، وطبعا العيشه في امريكا صعبه مش سهله، مش زي ما كل الناس متخيلين يعني، خصوصا ان انا كنت طالع على شغل، وعلشان اعمل فلوس كويسه لازم اتعب واشقى. عايز اقول لك ان انا اتعلمت هناك الغربه والوحده. كنت بشتغل في شركه سياحه كبيره، ابتديت اترقى فيها، عملت فلوس كويسه قوي. امي بقى ما كانش ليها في الكمبيوتر خالص، ولا كانت تعرف شكله ايه اصلا، بس اضطرت بقى ان هي تتعلم عشان يبقى في تواصل بينا على السكايب وتشوفني وتكلمني. 4 سنين كامله ما نزلتش فيهم مصر عشان ابني نفسي واكبر، وطبعاً الغياب ده ما كانش اتفاقي معاها. ما كنتش زعلان إني مش بنزل، لأني كنت بشوفها وبسمع صوتها كل يوم على السكايب كأنها عايشة معايا، وبصراحة ده كان مكفيني. لكن هي لأ. وبعدين يا مالك هتمتح كده بعيد عني كتير؟ يا أمي ما أنتي بتشوفيني كل يوم، ربنا يخليلنا السكايب بقى. يا ابني انا عايزاك قدامي مش احمك ولحمك. انت ما وحشكش حضن امك يعني؟ والله وحشني قوي يا حبيبتي، بس الحياه هنا ايقاع سريع، وانا لازم ابقى بنفس الايقاع علشان ما افشلش. بعد الشر عليك يا حبيبي من الفشل، ان شاء الله اللي يكرهك. بس اقول لك ايه، بس ما تزعلش من كلامي، انا حاسه ان في مره هتكلمني هيقولوا لك امك ما بقتش ماما. ليه يا أمي بقى الكلام ده بس؟ أنا مش عايز أسمع الكلام ده تاني لو سمحت. أنت لازم يعني أمي في كل مكالمة تنكدي عليا كده. هي دي الحقيقة يا مالك. وفعلا في أقل من 10 أيام بكلمها على السكايب ما بتردش. جربت أكلمها على الموبايل برضه ما بتردش. ايوه ممكن اكلم ماما؟ يا ماما فين؟ ثواني حضرتك. الو؟ ايوه يا مالك، انا خالك كمال. اهلا يا خالي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ دي فرصه حلوه قوي ان انا سمعت صوتك. انت كويس؟ هي ماما فين؟ بكلمها كتير على النت بس ما بتردش. كويس انك اتكلمت، انا كنت لسه بدور على رقمك. حبيبي قول ان لله وانا اليه راجعون، وادعي لامك بالرحمه والثبات. ما قدرتش بنفسي غير وانا بكسر كل حاجة حواليا ليها علاقة بالتكنولوجيا، الايباد بتاعي، اللابتوب، موبايل، كل حاجة. كل حاجة خدعتني وفهمتني ان حضن امي ده مش مهم، وان كفاية ان انا اسمعها او اتكلم معاها على شاشة كمبوسة يعني.
يا عم ده من اللي حسيته. عمري ما حسيت ان انا قليل وصغير كده الا بعد ما امي توفت. الله يرحمها. تعالى نقرا لها الفاتحه. مش عارف اشتغل، احنا كده بنضيع وقت. انا شايفه ان رؤوف عنده حق تماما، احنا لازم نرجع القاهره حالا. نترد يا ابني، هو انت مش تيم ليدر بتاعنا؟ يوه قرف ده. يا رؤوف يا رؤوف استنى. مفيش فايدة، مش عارفين يوصلوا لحاجة، النتيجة عكس ما توقعت خالص، يعني بقالهم دلوقتي 4 أيام ومفيش أي نتيجة. لأن كل واحد فيهم حاطط في دماغه إنه مش هيعرف يشتغل غير بالأدوات بتاعته. يعني كمبيوتر والنت. أنت عارفة الناس دي لو نسيت الموضوع ده هيطلعوا شغل زي الفل. لا لا يا مالك خلاص، أنا بفكر أنزل بيهم مصر. الكامبين ده لو ضاع مني أنا هخسر كتير قوي. أنا حتى بفكر أعتمد على اللي عملوه قبل كده مع شوية تعديلات يعني. صدقيني هما يومين كده بس وهيطلعوا فكره كويسه. انت مش بتقولي الناس دي موهوبه بجد ولا اوانطه ولا ايه؟ والله دول اقوى ناس في السوق. خلاص يبقى تراست، ديهم يومين كده بس وهيظبطوا الدنيا. قولي لي صحيح، انت دخلتي اوضتك بدري النهارده؟ انت زعلانه مني في حاجه؟ لا والله ابدا، انا بس قلت اشتغل شويه. بيني وبينك انا ضميري مقلبني، حاسه ان انا سايباهم كده ومش بحاول اساعد ولا افكر. طب وانت ايه اللي مخليكي كده؟ يعني دماغي مشغوله شويه. ويا ترى دماغك مشغوله بيه؟ مشغول بيك انت طبعا يا حليوه. ليلي صحيح، انت دخلتي اوضتك بدري النهارده؟ انت زعلانه مني في حاجه؟ لا والله ابدا، انا بس قلت اشتغل شويه. بيني وبينك انا ضميري مقلبني، حاسه ان انا سايباهم كده ومش بحاول اساعد ولا افكر. طب وانت ايه اللي مخليكي كده؟ يعني دماغي مشغوله شويه. ويا ترى دماغك مشغوله بيه؟ مشغول بيك انت طبعا يا حليوه. في ايه يا احسن؟ مفيش، بجاوب على الاستاذ. الاجابه يا سيدي ان الاستاذه اريج مشغوله بيك. وايه بقى مجرجرانا على ملا وشنا وجايبانا هنا ومجردانا من كل التولز بتاعتنا، وهي اللي ولا بتقضي شهر العسل. انت شارب يا حسن؟ شارب ايه يا شيخه؟ اوعي تقولي كده، ده انا شارب ولحيه وسكسوكه كمان. من فضلك يا حسام لو سمحت تطلع على اوضتك. والله العظيم ضحكتيني، فكرتيني بامي كانت دايما تقولي حسام اطلع اوضتك يا حبيبي. استاذ حسام انا شايف انك تطلع اوضتك دلوقتي بدل الهرتله اللي انت فيها دي. استاذ؟ ده انت اللي استاذ يا عم، ما تقولش كده. ده انا طلعت تلميذ، وتلميذ فاشل قوي كمان. انا بقالي 5 سنين بحاول اظبطها ومش عارف، تيجي انت في 5 ايام وتظبطها؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت اللي استاذ يا راجل، ما تقولش كده. انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده، انت اكيد اتجننت. عارف لولا العشر اللي بيني وبينك، ولولا ان انا عارفه انك سكران دلوقتي، كان هيبقى ليا معاك تصرف تاني خالص. انت ولا تقدري تعملي حاجه، شركتك دي انا عملتها على ايدي. انا دخلت شركتك دي وهي شركه مجهوله، وانا اللي خليتها لك نمبر 1. من غيري ولا تقدري تعملي حاجه، وفي الاخر بعد ده كله تسيبيني انا عشان خاطر المعقد ده؟
هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بالنسبه لايه؟ يعني حضرتك شايف انك عادي لما تمد ايدك على جست عندك وتضربه؟ طب اهدى كده بس يا استاذ رؤوف وتفضل اقعد. لا طبعا مش عادي. بس انت شايف ان عادي اللي استاذ حسام عمله ده؟ بقى مهرتل كده وسكران ويجي يغلط فيا انا وقريش؟ انا ضربته بس عشان افوقه، لانه بصراحه هبل زاد عن اللزوم. طب اسمعني كويس يا استاذ مالك. حسام بيحب قريش من زمان، والراجل كان جاي وناوي يفتحها في خطوبه وجواز. انتم حضرتك كده بمنتهى البساطه تهد له كل اللي كان بيحلم بيه، وكمان بتضربه. مش صح. ايه؟ حاسس بايه؟ هي وجعك؟ لا لا مش حاسس بحاجة. امال مالك يا عم مكشر كده ليه؟ مش مصدق اللي حصل معايا ده. بس اللي غلط لازم يدفع تمن غلطته. كلام رؤوف مش حقيقي، وحتى لو حقيقي انا ما اعرفوش. وعلى فكره حسام ما بيحبنيش، حسام بس عاجباه شخصيتي، ستايلي، طريقه لبسي، طريقه كلامي، الحاجات دي يعني. وحتى لو جه في يوم صارحني بحبه وتقدم لي برضه مش هوافق، عشان انا بعتبره اخ وصديق مش اكتر. طب رؤوف بيعمل كده ليه؟ رؤوف بيحب مي ومي بتحب حسام، عشان كده رؤوف بيعمل كده عشان يبعدها عن حسام. أنا كنت حاسس إن خديجة بتحب رؤوف. ده برضو حقيقي. الدنيا متلخبطة، كل واحد بيحب واحد ما بيحبوش. طب أنا وإنت إيه بقى؟ أنا وإنت إيه؟ يعني أنا فاهم إنك فاهم. لا أنا مش فاهمة حاجة. وبعدين اللي عايز يقول حاجة يقولها، ما تعتمدش على ذكائي. اعتبرني يا سيدي اتعديت من القرية بتاعتك. لعلمك بقى، أنا حتى لو ما قلتش متأكد إنك حاسة. انت مستكبر تقول يعني؟ خلاص ما تقولش. ماشي، تصبح على خير. استني بس، رايحه فين؟ نعم والله انا كنت هقول المره اللي فاتت، بس حصل اللي حصل بقى. طب قول. بحبك. سمعتش كويس. بحبك يا ريش، بحبك. طب ايه؟ ايه؟ مفيش تعليق خالص كده على اللي قلته؟ لا مفيش. تصبح على خير. لا قريش، ممكن اقعد معاكي شويه؟ اتفضل. قريش انا بجد اسف على اللي حصل، وانا غلطت ولازم ادفع تمن غلطتي، وانا مستعد اتحمل اي قرار ليكي على فكره. بجد انا اسف. انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه يا حسام. أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن الوقت بيعدي وما عملناش حاجة في الشغل. تحب ننزل مصر؟ واضح إنك مش طايقاني وطبعاً عندك حق. أنا تقلت في الشرب وإنتي عارفة أنا أصلاً ما بشربش. لكن كل اللي هقدر أقوله لك إن إحنا فاضل لنا هنا يومين، وأنا
وانا اوعدك ان هم مش هيخلصوا قبل ما نكون مقدمين لك شغل حقيقي تبقي فخوره بيه، وده وعد مني. انا اسف مره تانيه، بعد اذنك. مساء الخير. مساء النور. ممكن اتكلم معاك دقيقتين؟ اه طبعا ممكن، اتفضل. اتفضل. انا اسف على اللي حصل من شويه. انا اللي اسف. أنا لو كنت مكانك كنت عملت زيك بالظبط. معلش الأوضة ملخبطة شوية. بقالي شوية بحاول أوصل لفكرة ومش عارف. تحب تشرب حاجة؟ لا لا ولا حاجة. أنا بس مش عايزك تبقى شايل جواك حاجة من ناحيتي وحشة. أنت فاهمني طبعًا. وفر كلامك. أنا عارف أنت عايز تقول إيه. بس أنا الحقيقة شلت الموضوع ده من دماغي خالص. وكل اللي يهمني دلوقتي الشغل اللي أنا جاي عشانه. أنت متأكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ على فكرة أنا أقدر أعمل. أرجوك أرجوك بلاش نحرج بعض بالكلام في الموضوع ده. أنا زي ما قلت لك كل اللي يهمني دلوقتي الكامبين بتاعي وبس. طب هضايقك لو قلت لك إيه هو موضوع الكامبين؟ يعني ممكن أطلع بفكرة تساعدك أو حاجة. لا أبدا ما عنديش مانع. يعني فكرة ببساطة، عندنا ماركة عربيات جديدة نازلة السوق، عايزين نعمل لها كامبين. وانت عارف سوق العربيات صعب قوي ورخم يعني، فاحنا عايزين نفكر لها فكره كده تكون مقنعه وتكون كاتشي وجديده. كاتشي وجديده. يعني انا بشوف العربيه عند الراجل عامله زي الست في حياته، ما بيفتحش معاها الا لما بيخطفها صح من الاول. حلو ده، حلو حلو ده قوي. ممكن تسيبني شويه بعد اذنك؟ نعم. سوري سوري والله ما قصدتش، مش قصدي، بس جات لي فكره دلوقتي في دماغي لو ما لحقتهاش مش هعرف اجيبها تاني. وعلى فكره انت كده هتبقى انقذتني. ولا يهمك، انا هسيبك تشتغل بقى. انا اسف مره تانيه. هو انت عمرك يعني قلتي لرؤوف ان انت بتحبيه او حتى لمحتي له؟ مره واحده. ما قلتلوش طبعا كده على طول، بس كنا بنتكلم على الشات وقلت له كلام كتير. حسيت انه ما فهمش او عمل نفسه مش فاهم. انا بحبه قوي. هو بيحبك انت. ايوه بس انت فاهمه ان الموضوع بالنسبه لي منتهي خالص. وانا بايدي ايه اعمله؟ تقولي له طبعا. اقول له؟ اكيد لا. يعني ممكن المح له كده من بعيد، بس اقول له كاش كده؟ لا اتكسف. امال ايه يعني؟ انا وشي مكشوف ولا ايه؟ طبعا يا حبيبتي، ودي عايزه كلام؟ انا لقيت الحوار من بدري، بساطتك ليها معاني كتير قوي، انا مش تلميذ. بس بقى يا رؤوف ايه الكلام ده؟ يا اسراء اسمعيني بس، العين بتختار قبل القلب، وبعدين انت زي القمر ومحجبه ومحترمه، وواحد زي مالك ده لف العالم كله وما اتجوزش لحد دلوقتي، يبقى هو عايز ايه؟ البنت المصريه الاصيله المحجبه. بطل هبل بقى يا رؤوف، وبعدين هو انا قلت لك حاجه تبين الكلام ده؟ هو صحيح لطيف وشكله جميل، بس انا لا يمكن ابص له البصه دي اصلا. يعني هو لو جيت اقدم لك بكره الصبح هترفضي ولا هتديله فرصه؟ عادي يعني. وبعدين الأسئلة دي مش شايفني بشتغل؟ بقول لك ايه، سيبي لي القصة دي وانا هظبطها لك.
خير يا استاذ رؤوف. أؤمر. تعرف يا استاذ ملك، اهم حاجه اليومين دول الشرف والعفه. اه والله البنت من دول تلاقيها محجبه وبتلبس محترم وتعرف ربنا، هي دي العروسه اللي الواحد فعلا يتمنى على بيته وولاده. شوف ازاي. امال يا بيه، انا اصلا لفيت كتير واتشقيت وعرفت بنات كتير جدا، فبقى ليا نظره. انا عايزك تبص حواليك كويس، مش هقدر اوضح اكتر من كده، بس صدقني لما تلاقي البنت المحجبه الجميله الذكيه اوعى تضيعها من ايديك. لا يا شيخ، والله زي ما بقول لك كده. صباح الخير يا استاذ رؤوف. ايه؟ المجموعه كلها لازم تنزل عشان تفطر، وفي تحرك جماعي كمان شويه. تحرك جماعي؟ هننتحر كلنا ولا ايه؟ لا حرفت. طيب ماشي جايه. بصوا يا جماعه، انا عايزكم هنا تنسوا الدنيا تماما. يعني اي حد عنده مشكله مش قادر ياخد قرار متلخبط يقعد مع نفسه كده شويه ويختلي بيها. يعني مش عايز اقول لكم ان ده مديتيشن، هو شبه المديتيشن، بس يعني نصيحه ليكم، اقعدوا مع نفسكم كده واختلوا بيها كده واقعدوا اتكلموا معاها، صدقوني هتطلعوا بنتائج ايجابيه جدا. هو ايه العبط اللي بيقوله ده؟ على فكره اللي بيقوله ده مش عبط، انا عارف الموضوع ده كويس، اسمها خلوه علاجيه. جرب كده تعمل اللي هو بيقوله وقول لي حسيت بايه. انا شخصيا هقوم اعمل كده. اتفضلي يا اختي. ايه رايحه فين؟ رايحه اعمل زي ما انت قلت، هقعد مع نفسي شويه. برافو. برافو ايه؟ خديجه ده مسميها خديجه حوارات، ده هتروح تحور على نفسها. يا اخي انت سخيف قوي، بتبوظ وتسخف كل حاجه حلوه. انا هقوم اعمل زيها. وانا كمان هقوم اعمل كده. ايه ده؟ طب خدوني معاكم لما نشوف اخرتها ايه؟ بعدين انا اساسا بكلم نفسي طول الوقت لما قالوا عليا مجنونه. قومني يا رؤوف. حاضر، ربنا يستر. طيب عن اذنكم. اتفضل. ايه يا اسراء، مش ناويه ولا ايه؟ والله انا ما كنتش ناويه، بس واضح بقى ان انتوا بتوزعوني. ايه ده؟ ما احبش انا الهبل ده. سيبك سيبك. طب وانت ايه، مش ناويه تقعدي انت كمان؟ انا كنت فاكره انك عايزني اقعد معاك. يعني ما احنا هنقعد مع بعض، بس انا بصراحه عايزك تجربي الخلوه دي، هي مدتها تقريبا 30 دقيقه. حاولي كده تطردي كل الطاقه السلبيه وتركزي في قرارات ايجابيه، صدقيني مش هتندمي، هترتاحي قوي في القعده دي. ماشي. أول مرة أحس إني بحب، جوايا طاقة كبيرة أول مرة دي. أنا حاسس إن هي دي الإنسانة اللي بدور عليها وربنا بعتها لي لحد عندي، وأنا مش هضيع الفرصة. أنا حبيته من أول ما شفته، شغلي وحياتي ومواعيدي كل ده مستعدة أوقفه وأعيش معاه عمري كله. أنا عايزة أكون للراجل ده. ايه العبط اللي انا فيه ده؟ اخرتها هكلم نفسي زي رشا الهبله دي؟ طب وفيها ايه يعني؟ انت عايز ايه يا رؤوف؟ والحب بالعافيه يا اخي؟ ايه ده؟ ده انا نفسي بتكلمنا اهو. ايوه يا سيدي الحب مش عافي، بس هي دي اللي انا بحبها. بس هي مش بتحبك، هي بتحب حسام. اللي بتحبك هي اللي هناك دي. مالها؟ ايه عيبها يعني؟ يا رب، هو ده الإنسان الوحيد اللي ممكن أتخيل إنه يتقفل علينا باب واحد في يوم من الأيام. يا رب اجعله من نصيبي. كل همي دلوقتي الناس بتلاقيه إن أنا حسام اللي هي تعرفه وبتثق فيه. كنت غبي قوي
وتصرفت بطريقة غلط. مش مصدق اني عملت كده. لازم الفكرة اللي في دماغي تكمل واعمل احسن شغل عملته من ساعة ما اشتغلت مع أريج، وهعمل كده. لو في ازازه بيره دلوقتي كانت تبقى القعده فل. انا بعد ما اخلص هقول لحسام ان قدامه لغايه ما نرجع مصر، لو مش عايزني زي ما انا عايزاه يبقى انساني فوريفر بقى. هو كده عاجبه عاجبه، مش عاجبه طز. ايه يعني مليانه شويه؟ ما انا دمي خفيف واصلا يعني ممكن اخس. لا 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 لا، صعب قوي موضوع الدايت ده. ايه يعني بلبس 3 ولا 4 نمر زياده عن باقي البنات؟ انا مختلفه، انا كده وهفضل كده، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش طز. دي انا ومش هغيرها. وامي دايما بتقولي كل فوله وليها كيال. مش عارفه الاقي نفسي، مش قادره اعرف انا فعلا ملتزمه ومتدينه ولا بس عاوزة ده يبقى الإيمج بتاعي. لكن أنا من جوه مش كده، لا أنا كده، أنا بحب ربنا وبحب أكون ملتزمة. كل الحكاية إن أنا أحيانا ببقى عاوزة أعمل حاجات بلاقيها مش راكبة مع الحجاب ومع الإيمج اللي أنا عاوزاها لنفسي. أقلع الحجاب؟ لا لا لا، أنا بقالي سنين كده، أنا بس أحسن من نفسي شوية. وبعدين ماله بنعمتي؟ راجل متدين ومحترم بيحبني. الخلوة العلاجية بعملها دايماً مع نفسي، بحس إنها بتغسلني من جوايا، بس أول مرة شارك فيها العدد ده. التجربة دي كانت هايلة، وكلهم خرجوا منها في حالة مختلفة. وأحلى لحظة لما كلهم قرروا إنهم مش هيمشوا من هنا إلا هم خارجين بأحسن أفكار للمشروع بتاعهم وفي الوقت المناسب. ربنا يوفقهم. الإنسان بيتولد ونصيبه قدامه، نوعه، اسمه، تعليمه، جوازه، صحابه، حتى نوع العربية اللي هو هيركبها. وزي ما حضرتك هتشوف معانا دلوقتي على السكرين، هنعمل لحضرتك شرح تفصيلي للستوري بورد، دي هتوضح لحضرتك الفكرة بالظبط ايه. الراجل جوه طاير من الفرحة، فرجته 5 أفكار ل5 إعلانات ومبسوط جدا. الحمد لله. بصراحة لولاك ولولا المكان العبقري بتاعك ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده ممكن تتحقق. ده غير بقى كمان إن أنت اللي أوحيت لي بالفكرة المين للموضوع ده كله. ما تقولش كده. الحمد لله. طب بقول لك إيه، خش كمل ميتنج بتاعك وأنا أما تخلصه أنا مستنيك وأنا. طيب أوكي. ربنا معاك. ميرسي. متأسف جدا. وزي ما حضرتك شايف في آخر الإعلان هينزل السلوجن هوتو لايف
يور لايف. اختار صح تعيش صح. برافو برافو برافو، هايل يا جماعه، هو ده اللي انا كنت عايزه بالظبط. هايل يا جماعه. حسام أخذ مني فكرة إن اختيار العربية عاملة زي اختيار شريكة الحياة. طبعاً ده أوفر مني ومنه، مفيش أهم من اختيار شريكة حياتك. الغريب إن في المرحلة دي كل الموجودين اختاروا مين هو شريك حياتهم. رؤوف اتجوز خديجة اللي بتحبه وبتموت فيه، ومي قدرت تجيب حسام على بوزه وبقى هو اللي بيجري وراها لحد ما اتجوزها. إسراء اتجوزت ابن عمها، ورش أخيرا سابت النت وبصت حواليها فاكتشفت إن جارها هيموت عليها ونفسه تبص له بصة واحدة. صحيح كله فولة وليها كيال، أما أنا وقريش فكنا أول اتنين ناخد الخطوة دي بعد نجاح الكامبين بتاعهم، والعربية عملت مبيعات عالية جدا في السوق. اتجوزنا وقضينا أحلى شهر عسل، واتفقنا كلنا إن كل سنة هنيجي نقعد هنا أسبوع من غير كهرباء ومن غير تكنولوجي ومن غير أي حاجة تفصلنا عن الطبيعة. دي تالت سنة نعمل كده، بس أنا اضطريت أنزل القاهرة. كان المفروض أرجع بكرة بس رجعت بدري يوم، كلهم هيتفاجئوا بيا. المنظر اللي قدامي ده أنا كنت متأكد إني هلاقيه، بس بصراحة أنا عذرهم، أنا نفسي مخبي اللابتوب والتابلت والموبايل في أوضة مكتبي. أصل يعني بعد 3 سنين من الجواز صعب أوي تعيش من غير التكنولوجيا، ده مش بس لمدة أسبوع، ده ولا حتى يومين. أما هنقول إيه يعني، حتى أهلنا زمان كانوا كده، بس زمان كل الحكاية إن الموبايل والتابلت حلوا محل الجورنال واتركوه.